الحلاوة الطحينية طريقة المصانع، كتير انطلبات مني. على حرارة هادئة، نصف كوب ماء، واحد كوب من السكر، وعصرة ليمون، وقليل من الملح لتعزيز النكهة، وقليل من الفانيلا. الفانيلا آخر شيء ممكن نحط الفانيلا. وبنحرك 5 دقائق على النار هادئة. بعد 5 دقائق ممكن ناخد قليل منها ونوضعها بماء بارد ونشوفها إذا فيها مطة مثل مغيط مثل هيك بتكون نضجت. كيف يعني 5 دقائق على حرارة متوسطة. وبالشوكولاتة نفس الشيء، بالشوكولاتة بنضيف معلقة كبيرة كاكاو خام، نفس الشيء على ورق زبدة بنقلبها، ممكن نقلبهم مع بعض الاثنين نعملهم ميكس على ورق زبدة وبنصبها في الفايركس، نتركها تبرد والتخزين يكون بالثلاجة. إذا بدكم إياها لينة خلوها خارج الثلاجة. أتمنى أن تجربوها، تكتبوا لي رأيكم تحت التعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.